هو عن إنشاء الجداول داخل قاعدة البيانات وإمكانية الحذف وكتابة البيانات داخلها. ومهم جدا أن نعرف الـ SQL Data Types. سيكون مرفق ملف به SQL Data Types مع الفيديو. كود إنشاء الجدول هو كما يظهر: create table، إنشاء جدول، ثم my table كاسم للجدول، ثم الحقول الداخلية للجدول أو الأعمدة columns. يمكن إنشاء الجدول بطريقتين: الطريقة الأولى باستخدام SQL Server Management Studio باستخدام الواجهات أو نظام الويندوز. الطريقة الثانية باستخدام الـ SQL Script أو الكود. ننتقل الآن إلى البرنامج لنرى كيف يتم تطبيق هذا الموضوع. انتقلنا الآن داخل البرنامج. لدينا قاعدة بيانات اسمها Box. سنقوم بإنشاء جدول داخلها باستخدام Management Studio. كليك يمين New Table. الحقل الأول ID. Now Integer. نعمل Uncheck Box ده لكي لا نسمح بوجود القيم الفارغة. ثم Book Name. Be Name. Now فارشر 20. ثم ببلشر الناشر. فارشر 15. القيمة التي تلي الـ Data Type Varchar هو عدد الحروف أو القيم المسموح بها داخل هذه الخانة، داخل هذا الحقل. ثم Finally Price هو سعر الكتاب، ويفضل أن يكون نوعه Money. مجرد ضغط على Save Table بمجرد الضغط على Save Table تظهر واجهة نكتب فيها اسم الجدول المراد حفظه، وليكن Box. ثم نضغط OK. ثم Refresh. يظهر الجدول الذي قمنا بإنشاؤه باسم Box. ننشئ جدول عن طريق الـ SQL Script Create Table Author. داخل الجدول حقل ID، نوع INT، integer، كوما، name، a name، نوع varchar. ثم city n char 12. استخدمنا هنا n char لأنها تسمح بالقيم الرقمية والحروف. نختم الكود بالسيمي كولن الفاصلة المنقوضة، ثم نضغط F5 أو نضغط على الأمر Execute. تظهر الرسالة بتنفيذ الكود بنجاح. مجرد الضغط على Refresh يظهر الجدول Box و Authors، جدول Authors الذي تم إنشاؤه. يمكن أيضا حفظ هذا الكود
للتعامل معه أو استخدامه في مرات أخرى. طريقة الضغط على سيف كرييت تيبل. ثم اضغط سيف. نلاحظ ان الاكواد في لغة SQL ليست حساسة لكون الحروف كابيتال او سمول. الحروف في هذا المثال سمول. سنقوم بكتابة الحروف كابيتال لنرى تأثيرها. create table، اضغط على F5. تم إنشاء جدول باسم publisher دون التأثر إذا كان الحروف capital أو small. لحذف جدول كل ما سنقوم بفعله هو إما الضغط على الجدول كليك يمين ثم ديليت، أو مجرد كتابة دروب ثم F5 يتم حذف الجدول من قاعدة البيانات. ننتقل الآن إلى إدخال البيانات داخل الجداول التي قمنا بإنشائه. لإدخال البيانات داخل الجدول كليك يمين ثم Edit ID Book Name Price بمجرد الانتهاء من إدخال البيانات يتم الحفظ التلقائي لها. إذا قمنا بإغلاق الواجهة، واجهة الإدخال، ثم التحقق من أما إذا كان تم إدخال البيانات أو وحفظها في الجدول أم لا، نختار Select Top 1000 Row، يقوم بتنفيذ اختيار البيانات المدخلة داخل الجدول، فقط أول 1000 صف. تظهر البيانات التي تم إدخالها كما في الواجهة Result.